فكرة إن الإنسان يغير المصطلح ويفتكر إن تغيير المصطلح هيغير الحكم، دي فكرة سيئة جدا. إحنا يجب إن إحنا نؤمن ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أحل أشياء وحرم أشياء، ويجب إن إحنا نعتقد ونؤمن إن ربنا أحل لنا كل ما فيه نفع لينا وحرم علينا كل ما كان فيه ضرر علينا. يعني فكرة إنك تغير المصطلح هيغير الحكم، فكرة إنك تسمي الخمر مشروبات روحية مش هيغير حكم إن شرب الخمر حرام وإن بيع الخمر حرام. فكرة إنك تسمي الفاحشة مسكنة ده برضو مش هيغير الحكم، الفاحشة هي المسكنة إن كان المقصود بالمسكنة إن رجل وامرأة ما فيش بينهم عقد زواج وما فيش بينهم علاقة نسب فيها محرمية، يعني مش أمه وأخته وبنته، يعيشوا مع بعض في مكان واحد ويتعاملوا مع بعض كالأزواج، ده حرام شرعا. مش بس حرام شرعا، ده كبيرة من الكبائر التي حذر الله تبارك وتعالى منها، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شوف التعبير القرآني كان دقيق، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني حتى من قربش منه. يعني كون امرأة تعيش مع رجل في بيت واحد وما فيش بينهم أي علاقة شرعية من زواج أو علاقة نسب زي أم أو أخت أو بنت، يعيشوا مع بعض في مكان واحد اتنين غرباء عن بعض ويتعاملوا مع بعض كالأزواج، إحنا بالنسبة لنا هذا في شريعة الإسلام مش بس شيء محرم، ده كبيرة من الكبائر التي حذر الله تبارك وتعالى منها، قلنا ولا تقربوا الزنا. المشكلة الأكبر اللي نواجهها في بعض المجتمعات إنك تيجي كمان لهذه العلاقة المحرمة وتحللها. يعني لما واحد يعمل كده وهو عارف إن ده حرام وده كبيرة كده له الذنب، وممكن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة ولا يغلقه أبدا في وجه أحد حتى تخرج الروح إلى مرحلة الحلقوم وحتى تطلع الشمس من مغربها. لكن الأكبر من كده والأشد إثما من كده إن الإنسان يبدأ ينشر هذا في المجتمع ويصف ده بإن هو حلال. ربنا بيقول لنا هنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مهم جدا إن إحنا نعي هذا الأمر. ربنا بيقول لنا هنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وادعاء على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يقع في الخطأ لكن يتوب إلى الله، لكن الأسوأ من كده إنك تقول للناس إن ده مش خطأ، إنك تقول للناس إن ده مش حرام، إنك تقول للناس إن ده مباح، إنك تجاهر وتقف قدام الناس وتقول إن أنا ممكن أعمل كده أو إن ده وقع مني. إحنا بننصح كل إنسان حتى لو وقع في الخطأ أو وقع في الخطيئة أو وقع في الفحشة إنه يستر على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تبارك وتعالى، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بأن إحنا ما نجاهرش بالمعصية. قال إن ربنا سبحانه وتعالى إن كل أمتي معافى، النبي يقول كده كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني ربنا ممكن يعفو عنك لو أنت وقعت في خطأ وسترت على نفسك، وقعت في خطأ وما اتكلمتش فيه، وقعت في خطأ وندمت وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى. لكن إنك تطلع وتجاهر بالمعصية، لكن إنك تطلع وتتباهى بالمعصية، لكن إنك تطلع وتنشر بين الناس المعصية، ده أمر خطير يجب عليك إنك تنتهي منه، على شر ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقبك أكتر من مرة، مرة على إنك وقعت في الفاحشة أو وقعت في الخطأ أو وقعت في الخطيئة، والمرة الثانية لأن أنت جهرت بها وتفاخرت بها وكمان حبيت إن الناس يقعوا فيها. إحنا بنطلب من المجتمع جميعا إن هو يعرف إن أفضل حاجة في الدنيا إنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وإن عمرك ما هترضي ربنا بمعصيته، وإنك عمرك ما هتحصل على ما تريد إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. مرة تانية، المسكنة حرام إذا كانت بصورة اللي إحنا قلنا عليها دي، والزنا حرام، والاتنين دول من الكبائر اللي حرمتهم شريعة الإسلام، وتغيير المصطلح وتغيير الاسم مش هيغير الحكم. حياكم الله ورعاكم، ولكل خير أبقاكم، ومن كل شر نجاكم، وفي حلقة أخرى نراكم، وسلام الله عليكم ورحمته.